للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق. يا سيادة اللواء برحب بحضرتك. أهلا أفندم. يعني تدريب مشترك بين الجانب أو تدريب بحري مشترك بين الجانب المصري والجانب الإسباني، والحقيقة تعدل الكثير أو به الكثير من التمارين الخاصة والهامة بالبحرية المصرية والإسبانية. تقييم حضرتك إيه يا فندم لهذا التمرين؟ طبعا حضرتك يمكن المشاهد الكريم ملاحظ أن خلال الشهرين الماضيين في تدريب مكثف للقوات البحرية بالمشاركة مع بحريات يعني أجنبية عريقة يعني، وده طبعا بينبع أصلا أو بيعكس مدى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات البحرية برفع كفاءة أداء وحدات القوات البحرية وبالذات الأطقم على مختلف المستويات، يعني مستويات التخطيط والإدارة ومستويات التنفيذ في نفس الوقت. وده طبعا يعني يعتبر رد فعل طبيعي لحصول القوات البحريه على تسليح حضرتك فائق التقدم زي ما كلنا ملاحظين خلال الفتره السابقه الثلاث اربع سنين اللي فاتت. انما التدريب ده بالذات طبعا اول حاجه ان هو في مسرح البحر المتوسط. ثاني حاجه في مسرح البحر الاحمر، والبحر الاحمر النهارده بيشهد سباق محموم بين عدد من القوى الإقليمية والقوى الدولية العظمى للحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر. حضرتك عارفة أن روسيا دلوقتي عملت اتفاقية عشان تخش السودان تعمل قاعدة لوجستية للبحرية الروسية في السودان. قبل كده تركيا برضه حاولت تاخد سواكن. قبل كده في 18 قوه، ايران موجوده، في اريتريا، اسرائيل موجوده، كانت واخده بعض تجهيزات بنيه اساسيه وارصفه كان عاملها الروس زمان قبل ما الاتحاد السوفيتي يتفكك. القوه 150 اللي هي او 151 اللي هي بتاعت حلف الاطلنطي والقوى الامريكيه الى اخره. طب طبيعه التدريب ده بقى بيبين حضرتك، اولا في تموين في البحر وده موضوع بحري معقد جدا. واحنا بنحاول ناخد يعني خبرات وبتدرب رجالنا على مثل هذا النوع لان ده بيدي انديورنس اكتر في زمن بقاء اطول في البحر. تحمل بالظبط وزمن بقاء اكثر وكده. وفي نفس الوقت تمرينات الاشاره، تمرينات الاشاره هي صلب القياده والسيطره. انت عارف حضرتك ان احنا بنعمل التدريبات دي لان مصر واخده استراتيجي او احنا شايفين ان احنا يعني مش هنعمل حاجه لوحدينا. احنا عندنا مجموعه من الحلفاء ومجموعه من الشركاء وفي شراكات استراتيجيه مع ناس بتتوافق أو مع دول بتتوافق مصالحها مع المصالح المصرية. خلاص؟ فدي اللي بنعمل معاها دايما مثل هذه الأنواع. سيادة اللواء حضرتك الحقيقة اتكلمت عن التدريب وعن جغرافيا أو أهمية هذا المكان اللي تم به التدريب المشترك بين الجانب المصري والإسباني. عادة يا فندم في مثل هذه التدريبات المشتركة أيهما أهم؟ نوعية التدريب اللي داخل عليه إذا كان الجيش أو البحرية المصرية، ولا أيضا الجغرافيا بتشكل أهمية هنا؟ الاثنين. خلي بالك إن الموضوع أصلا بتاع التدريبات المشتركة ده أصلا جيوبوليتيكا. أنت عارف أصلا إن القوات البحرية بيسموها إنها من ضمن أدوات الدبلوماسية وأدوات السياسة. يعني دبلوماتيك تول. فتحركها في حد ذاته يعني اتيز دبلوماتيك مسج. تحرك قواتنا البحريه انها لما تعدي مضيق الدردنيل والبوسفور وتعمل تدريب مع قوى عظمى زي روسيا في البحر الاسود في نطاق مختلف خالص وفي مسرح عمليات مختلف نروحه لاول مره، برضو دي رساله عسكريه ولكن ايضا رساله سياسيه. لما قواتنا دلوقتي بتشترك مع المملكة العربية السعودية وقطعت بتاع 50-60 ألف يمين بقى لها 5 سنين تحت باب المندب مع العمليات العسكرية اللي بتدور هناك لتأمين باب المندب،
هي رساله عسكريه ان عندنا القدره، وايضا رساله سياسيه في نفس الوقت. فالجغرافيا والتاريخ هما وجهان لعمله واحده. وهنا انا بتكلم على الجغرافيا والجغرافيا السياسيه اصلا، لان زي ما حضرتك واضحه وانا بلغت حضرتك دلوقتي ان ايران ليها تواجد، اسرائيل ليها تواجد، امريكا ليها تواجد، الامارات ليها تواجد، هي في الخليج. انت بقى حضرتك تركيا ليها تواجد، بنت مركز تدريب وقاعده في الصومال. انت بقى حضرتك وكان بيحاول يخش سواكن ايام صحيح بشير البشير. يعني اللي انا عايز اقول لحضرتك ايه، ان احنا ما احناش فيه. والقاعده قاعده ايه؟ قاعده برنيس اللي هي لسه سياده الرئيس مفتتحها السنه اللي فاتت. لان البحريه مش بس بتزود امكانياتها راسيا بالحصول على عدد من الوحدات المتطوره، ده فندم وبيزود كمان البنيه الاساسيه. البنيه الاساسيه مهمه جدا. قاعده برنيس دي ما كانتش موجوده ايامنا، ما كانتش موجوده من سنتين، ما كانتش موجوده. صحيح. لكن في قاعده برنيس دلوقتي وبدات تستخدم اهي، يعني مش افتتاح منشات، لا ده في وحدات متمركزه فيها وادت تدريبات، وفيها وحدات اسباني تدريب عابر، يعني هو باسكت بيسموه، يعني اثناء عبوره. خدت بال حضرتك؟ نعم يا فندم. يعني كلها الحقيقه حاجات يعني وصلت تزود تزود ثقتنا في القوات المسلحه. وصلت هذه الفكره يا سياده اللواء، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. اللواء بحري محفوظ طه مرزوق، مدير الكليه البحريه الاسبق، شكرا ليك يا فندم.